المسجد الأقصى الذي يشير إليه تشير إليه الآية الكريمة ليس هذا المكان. الذي قال بأن هذا المكان في القدس هو المسجد الأقصى هو عبد الملك بن مروان. أراد أن يشيد مكانا مقدسا هنا فصنع المسجد الأقصى. ويقول المؤرخون في ذلك الوقت أن هذا المكان فعلا صار قبلة المسلمين، كانوا يأتون في كل حد ونصب لكي يزيروه، وما زال حتى الآن مكانا مقدسا. نحن نحتاج إلى فترة إلى نهضة عامة، نهضة ثقافية عربية، نهضة ثقافية إسلامية، إعادة النظر في الماضي كله، إعادة النظر في التاريخ العربي حتى. فالنهضة القادمة يجب أن تقوم على النقد. نحن عايزين نخضع كل هذه الأحاديث للنقد ونقول بالفعل ما هو الصح وما هو الغلط. يعني العقل العلمي يتشكل دون الإشعار. نحن كنا أطفال لسه في درس الديانة في الصف الثامن، كان عمرنا 14 سنة. جاء أستاذ ديانة يقول لنا لا تقوم الساعة حتى يقتتل العرب واليهود والآخره، فيختبئ اليهودي خلف شجرة فتقول الشجرة المسلم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. الصف كله ضحك، نحن أولاد. لو في حجر كمان، في رواية ثانية فيها حجر مثلا يختبئ وراء حجر. يختبئ وراء حجر ليه ضحكنا؟ لأنه نحن تأسسنا على الفكر الحديث، الفكر العلمي. مخنا تفبرك مش تفبرك تأهل يعني على احنا بالصف ضحكنا. فالأستاذ دي أنا بتضحكوا ليه؟ أستاذ مش معقولة يعني الحجر يتكلم.